برنامج بيحكي كل شيء عن كل شيء وضيوفنا لليلة ميشيل حايك نضال الأشقر الفرسان الأربعة زراعة الحشيشة مع العقيد عادل مشموشي ونادية أو زكورة ميرسي ميرسي ميرسي. شو صار منى؟ شو صار؟ غبنا جمعتين بس 450 إشاعة 65 465 إشاعة كان جرايد وتلفزيونات وإذاعة على الله على الآخر طلع معك شفتي شو صار؟ لحظة لحظة لشوف لحظة أعطيني إيدك شوي وقفنا جمعتين على اساس ضفيرك مش ظابطين، شو صار؟ لا معقول ضفيري ميشيل صار لي 21 سنة بغذيهم وبهتم فيهم ما لقوا ينكسروا غير هلا هالجمعتين يعني مش قصة ضفير لا مش قصة ضفير ولا أنا بني شيء يعني ما بعرف اللي وين بجيبوا هالأخبار على كل حال ميشيل بدي أعتذر من كل المشاهدين عن غيابنا القصري لفترة حلقتين عنهم وبدي أشكر الصحافة اللي احترمت صمتنا وكانت موضوعية وحاضنة لهالبرنامج اللي دعمته ودعمها كتير كنا منتمنى على بعض الأقلام أنه ما تفبرك معلومات مغلوطة لأنه هالأمر بيضر من مصداقيتها إلها هي بالدرجة الأولى صح. لكل مشاهدي حديث البلد بقدر لهفتكم واهتمامكم الكبير فينا كل ما أنتم بخير نحن بخير خلينا نبلش ما في حدا يحل اللغز إلا شخص واحد شخص واحد ميشيل حايك وهلا حديث البلد مع ميشيل حايك ميشيل حايك عنا بالجبل بيقولوا كل الناس غابوا وما جابوا الا السبع غاب وجاب فجايب معه العدة العدة كلياتها ونحن كثير متحمسين حتى نعرف شو في بالبداية مساء الخير منى مساء الخير ميشيل مساء الخير تحية لضيوفكم تحية لبرنامجك اللي طلع عنه كثير قصص وتحية للمشاهدين وين ما كانوا تحية كبيرة لإلك ميشيل حايك مبسوطين الليلة كثير انك معنا وبضيافتنا، ميشيل حايك اسمك بغنى عن التعريف لانك كنت وما زلت صاحب الحدس المختلف والمميز، من 25 سنة لليوم بتطل على الناس لتقدم توقعات خلتك تستحق لقب نوستراداموس العصر الجديد بكل جدارة، وبين مؤيد ومعارض لإلك، أنت ضيفنا الليلة بعد ما تحولت توقعاتك الأخيرة لحدث الساعة وحديث البلد اليوم، ولأنك وعدتنا لما قلت هالتوقعات بحفلة الإم تي في أنك تكون ضيفنا بحديث البلد. ميشيل حايك المشاهدين معودين عليك طول ليلة راس السنة رح تحول هالليلة لنقطة انطلاق وعد عكسي كمان بالبداية بدي أقول لك بعد هالمقدمة اللي كلها تقدير كلمة شكرا قليلة عليك هيدي الحقيقة بين كل الألقاب اللي أخذتها مشكورة بفضل اسم ميشيل حايك حاف وسادة لا قبله ولا بعده هو أصلا كافي بحد ذاته يعني شكرا أما بالنسبة لليلة حديث البلد له حساب خاص فيه يعني خلاص يعني بدنا نعتبر من
هالليله ورايح بلش العد العكسي لتوقعات ميشيل حايك الجديده. ميشيل حايك قبل ما نكفي سوا خلينا نشوف عدد من التوقعات اللي قلتها بحفل الام تي في الاخير وكيف تحققت وكيف تبلورت على الارض بهالبلاير. بس حتى نقدر نمشي البلاير بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك هيها مضويه احمر وناطره وتقول بلاير بس بلاير بس. بيقذف البركان الطرابلسي حمم بعيدا وبتكون حارقه بشعاع واسع وحرارتها ما بتبرد بوقت قصير. على مفترق طرق خطير يقف المشهد السياسي والامني في لبنان واضعا البلد امام خطر الانزلاق الى فتنه ظهرت تداعياتها في اماكن عده خلال ساعات الليل والنهار. من مدينة طرابلس انطلقت شرارتها وامتدت نارها إلى مدينة عكار وصولا إلى شوارع بيروت. الاقتتال والمواجهة والمظاهر المسلحة بشوارعنا اللبنانية عادة جديدة بتطبع فولكلور حياتنا اليومية. نحن لحالنا كجناح عسكري عندنا بنك أهداف عم نمشي عبر أولويات معينة. أكد الراعي في حديث للسياسة الكويتية من سينت لويس أن الدولة هي التي تحمي المواطنين لا الدويلات المسلحة، مضيفا أن مظاهر حمل السلاح توحي وكأننا نعيش في الأدغال. فصل ثاني من مسلسل التفجير والاغتيال بلبنان المختلف في نوعية المستهدفين وأدوات التنفيذ. قوة الانفجار أسفرت بالإضافة إلى الأضرار البشرية عن أضرار مادية طالت الشوارع والأحياء المجاورة. يتفنن القتلة في تنويع وسائلهم القبيحة والمجرمة. لجأ المجرمون إلى محاولة زرع عبوة في المصعد المؤدي إلى مكتب النائب حرب في شارع سامي الصلح الطيوني. أكيد في عملية تفجير كانت مقصودة، ولا سيما هلا تأكد لي هالأمر اتصل فيه وزير الداخلية عم بيقول لي إنه جايهم معلومات إنه قد يلجؤون إلى أسلوب تفجير المصاعد في بعض البنيات لاغتيال بعض السياسيين شخصيات شخصية لبنانية معروفة رغم الهالة والحماية منشوفها بالطريق إلى أبواب التوقيف فالتحقيق فالمحاسبة. هو النائب والوزير السابق ميشيل سماحة المتهم بالتورط في قضايا أمنية، ففي توقيت لم يتوقعه أحد داهمت فجر الخميس وفي وقت واحد قوة من فرع المعلومات منزليه في الأشرفية وفي جوار المتن حيث كان يمضي ليلته. أعطي بضع دقائق ليرتدي ملابسه واقتيد بعدها إلى التحقيق. معلومات فرع المعلومات شرارة لتحركات غير اعتيادية وفي أفق أشرف ريفي علامات مقلقة. أشرفية وتحديدا في محيط مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحدثت معلومات أمنية عن إمكان وقوع عمليات اغتيال تستهدف قادة أمنيين هم إما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وإما رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، والدفة تميل إلى الاسم الثاني بحسب المعلومات. بشوف صورة فيها الرئيس نجيب مئاتي عم بحاول بإيدي يعطل نوع من الإنقلاب الداخلي بحكومته وبالإيد الثانية عم بحاول يطفي كتلة النار اللي عم تختلط فيها الأمن والصحة والسياسة. دعوة واحدة في لحظة غضب وحداد كانت كفيلة بإشعال المشهد الشعبي على أسوار السراي الحكومي الذي وضعه آلاف الشبان المندفعين نصب أعينهم هدفا للاقتحام وإجبار ساكنه الغائب نجيب ميقاتي على توضيب حقائبه والرحيل. يتغير الهدف وبتتغير الضحية، لكن معظم المعالم تتشابه بمحاولة ارتكاب جريمة بتهز المنطقة على غرار جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كان لابد من وداع شعبي ضخم للشهيد اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل الأول أحمد صهيوني، وليس في أي مكان بل في قلب بيروت في ساحة الشهداء ساحة الحرية. نعش الشهيدين اللواء الحسن والمؤهل صهيوني حملا على أكف الرفاق في قوى الأمن الداخلي، سلكا المشوار الأخير إلى مدفن خصص لهما بالقرب من ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قلب بيروت في ساحة الشهداء ساحة الحرية. ميشيل حايك أنت وعدتنا وعن قريب رح تكون ضيفنا بحديث البلد، فنحن موعودين فيك بحلقة خاصة. من
ميشيل حايك رح نحكي عن توقعاتك لها الليلة من حديث البلد، كنت أقول لها السنة لأنه معودين هيك نقول، بس قبل بدنا نتعرف على ميشيل حايك الإنسان. ميشيل حايك أنت مواليد 1967 بيت شباب، خلقت ببيت بيتألف من ثلاث شباب وبنات، ومن صغرة كانت تشعر بنوع من الحاسب، عرفت كيف تلحقها وتنميها لهالحاسة، وهيك صارت توقعاتك موقع ثقت ناس كتير وحققت شهرة عربية ولبنانية ويمكن عالمية واسعة. اليوم يقال أنه ميشيل حايك مستشار شخصيات عالمية وعربية معروفة، ومن بين رؤساء وملوك وأمراء ومسؤولين كبار، شو صحة هالمعلومات؟ أكيد في شيء منها باستثناء الملوك أول شيء، وبعدين ما فينا نستعمل كلمة مستشار. تعرف ليش الملوك لا؟ ما حصل الشرف لحديث هلا، لا أنا بحب أحكي كل شيء، حط كل شيء بموقعه. بعدين الأشخاص اللي أنا معهم بتبلش الخبرية بيسمعوا عني، بيكونوا عرفوا شافوا شيء مميز أو بحبوا يستوضحوا هالأمور، بتبلش باتصال فلقاء فموعد بيقولوا. من بعدها صار في عامل ثقة بيني وبين هالناس وهالعالم، صرنا نتشاور بأشياء، مدينا جسر عبور بين بعضنا بأمور إلى علاقة بالمورائيات، إلى علاقة بالأمور الإنسانية، إلى علاقة بالدنيا، بكل هالأخبار. يعني فلسفة كاملة، فلسفة كاملة ومطرح معين كمان. صرنا أصحاب وصار في خبز وملح بيننا وبين هالأصحاب، وبذات الوقت صاروا جزء حلو بحياتي أنا بشتاق أحكي معهم كمان. بذات الوقت هالأشخاص هن كتير شفافين وكتير منيح، وباسم الوفا بدي ودي تحية من عندك للناس اللي أسطيهم بسؤالك وأنا عم برد بجوابي. على كل حال، على سيرة العلاقات الإنسانية اللي بيشوف ميشيل حايك تحت الهواء بيعرف قديش أنت إنسان قريب على القلب. بس كمان هالعلاقات الإنسانية وهالتوقعات يقال إنها اليوم حققت ثروة كبيرة. لك العالم شو بتحكي وحياة الله، هلا 30 40 مليون دولار ثروة كبيرة صاروا. أنت ليه عينك ضيقة؟ قديش صحيحة هالمعلومة؟ مش عنده مشكلة ميشيل، أنا أهضم شيء، ما في مشكلة مع ميشيل، أنا أهضم شيء بميشيل اسمه. ميشيل اسمه؟ ايه. انا اصلا اول ما خلقت صاروا كلهم سموا ميشيل، ميشيل الجنرال، ميشيل عون الرئيس، ميشيل سليمان. اول ما خلقت صاروا كلهم ميشيل سماحه، شو بدك، ميشيل دروكير، ميشيل ساردو، ميشيل الله. بس ميشيل الله خلص في يقول شغلين، في يعلق على شغله كمان. انه انت اكثر انسان بتكون محظوظ بين الميشيلات، أنا لأن عندك ميشيل وعندك سليمان بعائلتك، بس المشكلة شو ما نعمل بالبو، بو سليمان، لا في هيدي شقفة البو شو بنعمل، يمكن يجيب ولد هلا جديد ويسمي سليمان. لا لو ما في بو شو كنت عملت؟ كنت صرت بالفوق ببعبده، كنت عملت لك مصر مش رئيس جمهورية، شو؟ رؤوس الجمهورية. كمان بتظبط. بتعرف ليه؟ بتعرف ليه عم بيقول لي؟ بتعرف ليه عم بيقول لي رؤوس؟ لا لأن هو لأنه عم نحكي كنا بالدانسينج وذ ستارز، إنه أنا مشترك فيه، عم بيقول لي بدك تصير رؤوس يعني هلا. على الانتيجي أصلاً البرنامج اللي فيه رقص بيبقى لابسه لميشيل، وبعدين بيعطينا أفكار إذا شي يوم ما عاد عندنا شغل نعمله نرقص او نحكي مثل ما بيقولوا اتكل على الله. اكل العيش مر، بدي اشتغل رقاصه اخر شيء يعني. ميشيل حايك، ما جاوبنا على السؤال، هل الحاسه اللي عندك اياها بتعتبرها نعمه او مصدر رزق؟ اوكي، هل صحيح انه حققت لك الملايين؟ اول شيء بالنسبه للثروه في ثروتين عندي، اول ثروه هي الحاسه واللي بعمله، لان هذا ما بيتمن بثمن عندي، هيدي معنويه، هيدي واحد. الثروه الثانيه اليوم في منا شيء بعد غلى العقارات اذا بدك، يعني الامور مقبوله بهاي. يعني انت عم جرب بتقول انه انت حققت خميره يمكن من علاقاتك او من توقعاتك واستثمرت فيها بمكان جيد. هو على طول الاستثمار بيكون للبرنامج الكوني اللي انا عم فتش عليه مورائيات وغيره، بس اللي بحب اقوله انه بهالثروه اذا بدك تشوفي مصدرها وين او شو مكان هاي الثروه، فيكي تعتبري مصدرها عربي اذا بدك، ايه وبكل فخر. وبس بقول لك شغله، بالقليل الناس اللي انا بتواصل انا وياهم وبعرفهم، مثل ما بتعرفي اخواننا العرب كرماء وكرماء بحبوا يكرموا اصدقائهم. صحيح. الفرق فيها مع الناس اللي انا في تواصل انا وياهم انه ولا مره
بيقبلوا يسعروا حدا، ولا مرة بيقبلوا يشتروا حدا، ولا مرة بيقبلوا ياكلوا حق حدا. كرمال هيك في علاقة رقي بالطبع، في علاقة كثير نظيفة. وأنت بتعرفي إنه في ثروات كبيرة بلبنان مصدرها تعب اللبنانية ببلاد العربية. صحيح. ميشيل حايك كثار بيتهموك إنك بتشتغل مع المخابرات، أو أحياناً بتتلقى تعليمات منه، شو تعليقك على الموضوع؟ هيدي أخبار قديمة يعني. إنه على طول بقول إنه اللي بيشتغل مع المخابرات ما بيطلع على التلفزيون أو وسائل الإعلام يقول شو عنده يعني. المخابرات تبقى سرية، هيدي من مال، إلا إذا عم يقصدوا مخابرات. عندنا مخابرات أرض اللي هي مع طرف، أو مخابرات أرض جو اللي هي من محل تاني. مخابرات عمودية يعني، مش أفقية. عرفنا أنه رقمك كان موجود بين الأرقام اللي اتصل فيها الوزير السابق ميشيل سماحة، يعني بعد ما تم إيقافه بيّن رقمك بين الأرقام. نعم، يسألوا رح انكمش ولا ما رح انكمش؟ إزاي يمكن نبأت له لميشيل سماحة؟ إذا بتشوفي رقمي، يمكن إذا بدك تفرغوا تليفونات العالم رح يطلع رقمي عند كثير من الشخصيات. هذا شيء عادي وطبيعي. نعم، كان في اتصال من الوزير سماحة من فترة. لا، ما توقعت له. ما حكينا يعني، ما حكينا بس توقعات. أنت حكيت عن الموضوع بحفل الانتماء. نعم، بس ما حكيت معه توقعات. وعلى أساس أنه نرجع نلتقى، أنا سفرت ورجعت، كان صار اللي صار. بس كنت كمان عم تتوقع على الام تي في، عم تقول في شخصيه سياسيه بمعنى انه رح تسقط عنا الحصانه ويمكن تدخل ب يعني. انا مثل ما بشوف الصوره برجع بقول بحطها مثل كان ما كان الوزير سماحة ببالك بوقتها ولا لا؟ ما عندي تعليق على الموضوع. ما في تعليق يعني. كل شيء له علاقه بالتوقع وتوضيح التوقع وشو المقصود منه، فضل مناقشه يبقى مثل ما هو. ميشيل حايك، قبل ما نوصل للتوقعات، وضعك العائلي بلف الغموض. في ناس بتقول بعدك خاطب. العائلي او العاطفي؟ العاطفي والعائلي، يعني لانه في كمان هون حديث عن خطبه وزواج. في ناس بتقول بعدك خاطب، في ناس بتقول انك تركت، وفي ناس معتقده مثلي انا مثلا فكرت انه تزوجت يعني من فتره. قديه صار لك خاطب؟ 7 سنين تقريبا. حوالي 7 سنين. طيب من الاخر هلا بدك تتجوز ولا ما بدك تتجوز؟ اكيد الانسان بيخطب ليتجوز، بس اذا بدك السؤال الاوضح، الجواب الاوضح، الانسان بيخطب ليتجوز، وبذات الوقت بده يكونوا اثنين ليتجوزوا. اكيد انا اعطيتك الشق اللي عندي. اذا بدك الاوضح عليك تعملي اتصال بصديق تعرفي يتجوز لوحدك. بالعزم من جوز ارتاحي. طب رح نحط لك غني. انا بدي اقول انه امي وبي ضلوا 7 سنين خاطبين ورجعوا تزوجوا، ف اتس نيفر تو ليت. بس ما بقى تطول، خلص تعطيني افكار ان شاء الله. انا عم بسالك هالاسئله كلها الشخصيه اللي بنحب نعرفها، وصراحه عيني ما عم تنقام عن الورق. عن الورقه. يلا رالنا اياها. انه ورقه عاديه يعني. ورقه عاديه، حتى القلم مكتوبه فيه منه هو هو المضمون اللي مش عادي. مش الورقه لكارتييه ولا باركر بيك. لا مش مهم، في يكون قلم رصاص. اوكي طيب، لكن توقعات. وعادة بقول انه التوقعات لفترة سنة ونص تقريبا، لان حسب خبرتي هيك. يعني اليوم عيد الاستقلال، نحن ب 22 شهر، فيهم المشاهدين يبلشوا يعدوا من هلا، من هلا ل 22 الاستقلال اللي جاي 2013. لكن قبل ما بلش، من بعده اكثر شوي، قبل ما بلش 6 اشهر يعني شهر 4. لكن قبل ما بلش توقعاتي، بدنا نودي تحية للأرزي. نعم. تحية للعلم، تحية للجيش. وإن شاء الله كل الزعماء بلبنان بيتفقوا مع بعضهم عن جد،
كرمال يضلوا لبنان موحد ومستقل، وفي شيء بيقول ضل رايته مرفوعه بالدنيا ان شاء الله. ميشيل حايف ما زال جبت سيرة الأرزة، الشباب والصبايا الليلة جايين لعنا قراب من الأرزة، قراب من يعني الأرزة، من أرز بشري، جايين من ثانوية بشري. وميشيل ما رح ينطر كثير، أبو سليمان رح يروح يرد لهم الزيارة جمعة الجاي. مزبوط عليك، نحن طالعين أصلاً على لسالينس، عنا حفلة للمسرحية قصة كبيرة لللايونز ب 30 نوفمبر، وأنا ورايح أكيد يعني بكفي عم شري فشخة بتصير. أوكي. حدث الجوبي ونضلنا طالعين هيك. ميشيل حايف ما بقى فينا ننطر التوقعات. طيب. خطة وخطوة غير مكتملة حتى الآن لتحرير ميشيل سماحة بأسلوب غير مألوف. بالوقت اللي القضاء اللبناني عم يشتغل بتقوم مصادر تانية وعلى خط آخر ببداية محاكمة ميشيل سماح، عنوان جديد بتدهمه المعلومات وأجهزة أمنية والمضمون صدمة قاسية. يعني قصدك، بعرف ما بتحب حدا يقطعك، يعني قصدك رح يكون في محاولة لحرير ميشيل سماحة؟ يعني بدي اقول لك شيء اللي بشوفه. ما تقطعيني. لا ما مش قصة ما تقطعيني، اللي بشوفه عن جد تكون بأقرب صورة شفتها مثل ما هي. نعم. بعت الهم، جرب وضح أو ما وضح وضيع. نعم. اللي بتروح الصورة الأساسية. معلش. أوكي. أوكي، نحن رح نحترم هالشيء، بس إذا هيك حشريتي بشكركم بس بهذا الموضوع. إذا حشريتي هيك دفعتني شوي بدك تتحملني. بتموني. هي حشرية شوي صغيرة مش مشكلة. تغيير واضح بالمعادلة الحكومية، وهج حزب الله وتأثيره إلى انحصار تكتيكي، ومن قلب مواكبة مبلبلة عم بشوف وجه الرئيس مئاتي بصورة ملفتة ومثيرة. جسم 8 أدار ما رح يبقى بمنقى وإصابة بالغة لأحد أعضائه، ورح نسمع ضجيج حول اسم شخصية من صف 8 أدار رايحة باتجاه آخر. بقلب القيل والقال اللي عم بيرافقوا محاولة الاغتيال العماد عون، شايف سيناريو عم يتكرر بمحاولة تانية باتجاه العماد عون والطيار، وشخصية تانية غير عونية، لكن هالمرة ما رح تحمل هالمحاولات لا شك ولا جدل. جريمة اغتيال اللواء الحسن بتنكشف بعض خيوطها من خلال سلوك بيقوم فيه بعض عناصر الجهاز المخطط والمنفذ، وهالسلوك ذاته رح يكشف خيوط جريمة سابقة. بيصدر عن مجلس المطارنة الموارنة بيان ما بيشبه بمحتوياته البيانات الشهرية المعتادة، بعيدا من أفراح الكاردينال الجديد مار بشارة بطرس الراعي اللي منقل له مبروك، منسمع موجة صاخبة وعارمة نتيجة حدث مرتبط ببكركي. رح منعيش مشهد بيرتبط بقوة بالرئيس الشهيد بشير الجميل. رغم كل المخاطر والمواعيد المأرجحة، بتفتح أبواب الديوان الملكي السعودي أمام النائب وليد جنبلاط. خطوة أولى تحدث تغيير بالمعادلة الخاصة بالشيخ أحمد الأسير، ومجموعة محطات ومحاولات بتهدف بمطرح للأذية الشخصية ولحجز الحرية وللنيل من بعد مقربين منه وأحد مقريته، وبتهدف بمطرح تاني لتضييع بوصلة تطلعاته، ولكن الطريق إلى الأسير ومشروعه وما يتعلق فيه رح تكلف غالي. الطريق له رح تكلف غالي. نعم. يعني اللي بده يسلك هالطريق باتجاهه. نعم. اوكي. بين مقر الامانه العامه ل 14 أدار والطريق اللي بتوصل عليه بتتعثر وبتتعرض شخصيه الى ارتباط بايادات او بتخص 14 أدار. الانظار بتتوجه صوب قصر الرئاسي السوري كرمال نشوف دخنتين، دخنة سودة ناتجة عن نوع من نار ودمار، ودخنة بيضة من أحد شبابيكو أو بلكوناته، مطرح ما رح تطل شخصية معروفة تتعلن مفاجأة للشعب السوري وللعالم.
ميشيل حايك، يعني عادة الدخنة البيضة يعني بنسمع عنها بالفاتيكان، بس حتى يتغير البابا يعني هيدي الدخنة البيضة اللي شفتها، فيك تقولي ممكن تتغير الصيغة بالمعادلة السورية، هذا اللي بقدر أقول. من قلب الواقع الاقتصادي المرير اللي عم بيترجم بلبنان بتسكير يومي لعدد من المؤسسات التجارية والسياحية، ومن قلب الواقع الأمني اللي عشناه واللي رح يكمل من خلال محاولات الاغتيال المتخصص ومن خلال محاولات نسف مراكز تجارية ضخمة، ومن قلب كل الترهيب اللي رح يتمارس على الجسم الإعلامي، من قلب كل هالسواد شايف مشهد تاني مختلف عم ينرسم قدامي بشكل تدريجي وواضح. شايف المحل اللي سكر بابه بلبنان رح يفتح بابه ببين وثلاثة، والناس بالدور رح يحجزوا مقعد أو كرسي بمطعم حتى ما رح يلاقوا، والمولات عجقة أو حركة غير اعتيادية وطبيعية، وسياحة ناشطة وين ما كان بلبنان حتى السياحة الدينية. يعني هون ما في مجال بدأ زقفة هيدي. يعني هون ما في مجال اسالك لانه واضحه الصوره، بس انه كنت عم اقول لك ان شاء الله تكون التوقعات ورديه، هيدا توقع في شيء اخر شيء لفي اون روز يعني، يعني وردي جدا. ان شاء الله بنرجع نقول على طول انه التوقعات الحلوه تصير والمش حلوه ما تصير، لان انا ماني من النوع اللي بحب ابني شهرتي ومجدي على مقاسي ودم الشهداء كمان. شو قصه سفرات كان؟ كان شو كان سفرات كان هذه بشال سفرات كان، فيك تقول اذا بيطلع لنا وحده يعني اذا بدك تروح معي بتصير نقول كان يا ما كان. ليه ميشيل ابو سليمان ترك لبنان وصار بخبر كان؟ منيحه منيحه، اذا بدي روح على كان روح على كان. منيحة طلع لك رديه قويه منيح. يعني عم تروح تعمل كشفيات بكان؟ كشفيه اكبر حكيم كشفيته $100، بقى كشفيه الحكيم ميشيل حايك $100,000. ليك ميشيل اذا ما بعرف اذا بده ياخذ تاكسي اليوم، اذا اخذ تاكسي من النقاش على الدوره مثل اللي اخذ تاكسي من النقاش على عكار. لا اوكي، كيف اذا اخذ تاكسي من هون على الفضاء؟ اسعار فلكيه يا حبيبي، بدك تاخذ هذا مش انت بتعرف رجل اعمال امريكي قد ايه دفع 20 مليون دولار، حتى طلع رحله على لا بعد ما في TVA والما نحطهم هون كمان ما هيها يعني بلا TVA هيدي ما تاخذني وشو بدك ترجع كمان ماشي اسعارك بالارض يعني ماشي ابي الفقير. مش على كل حال ميشيل حايك ما بيبخل بتوقعاته على الناس كلها، بقولها كل سنه وبدون اي مقابل. ميشيل حايك مع انه اخر توقع كان حلو يعني، ونحن هلا فتنا هيك بزون ورديه، بس رح نعمل لك ميشيل حايك وانترفيو الكابوس الاكبر. أبو سليمان، الكابوس الأكبر أنك تتوقع شيء سيء ويصير أو تتوقع شيء حلو وما يصير؟ شيء سيء ويصير. الكابوس الأكبر أنه تضيع مفاتيحك أو تضيع موبايلك؟ مفاتيحي، لأن موبايلي ما عليه شيء وما بعرف غير بطلب منه وبجاوب عليه، حتى مسج ما بعرف ودي من موبايلي. أنا كثير ميكانيكي بهالمواضيع. الكابوس الأكبر أنك تنخطف من قبل عصابة رجال على رأسهم ميشيل مقابل فدية، أو من قبل عصابة نسوان مهووسين بالتعذيب وبالسكس؟ لا تعذيب، أنا ما قلت لا تعذيب بالسكس. الأولي الكابوس الأكبر إنه إيه، لأ مع النسوان يسواني ما يسواهم، بس مع ميشيل مصيبة. انا ما بخطفك، بستضيفك والشغل مش عايب، بس مش مضطرين. الكابوس الاكبر انه ما يخلصوا اسئلتنا او نسالك سؤال واحد، انت مع مين بالسياسه؟ هو ثاني واحد مع مين بالسياسه كابوس، بس بذات الوقت اثنين وما بحبهم، لان القعده معكم اهم من السياسه واهم من غير شيء. بعتقد كثير من اللبنانيه بيوافقوك على هالشيء.
طيب هلا فيك تعرف مثلا الكارت اللي جايبته كيتي شو فيه جوا؟ لا شو قالوا لك بصر كيتي على كارتك ميشيل هاي الطابت بين يديك افعل بها افضل ما لديك في طابت دروب ستة حرام يا كيتي ستة ستة كلهم تعطيهم ستة اول واحد اثنين ثلاثة نعمل جاكلينج بالكل يلا حمياني القصة عملكم جاكي اوكي برافو هاي بدها زقفة كبيرة حلو انا باثنين انا عندي اثنين بس البلد مع نضال الأشقر اهلا فيك بحديث البلد انا بعرف انه لما عرفتي انك جايه وفي ميشيل حايك قلت لي ياي ميشيل صديقي بحبه كثير فعلا من امتى بلشت هالصداقه متنيه هي هي بأسئل. شغله متنيه بس محبه يعني ما بشوفه لانه بضل بكان لي سفراته متنيه بس عندي كثير احترام له ولطريقته لاسلوبه ما في شك انه انسان يعني ناجح ناجح بس اسمع اسم ست نضال الأشقر أو بس أحكي معه أو نتلاقى هيك بصدف بيخطر لي لبنان الحلو لبنان الثقافة لبنان الروكي لبنان المسرح الحلو صح نضال الأشقر أنت من رواد المسرح العربي والمديرة العامة لمسرح المدينة اللي رح يحتفل ب 19 كانون الأول بعيده ال 18 بحفل يعني بلغ اليوم خلص صار في سوق سيارة صار في بس ما في ينتخب بعد لا معلش معليه لل 21 ما بيأثر بعيده ال 18 بحفل خاص رح يحيي الفنان عاصي الحلاني تحت عنوان للمسرح نغني نضال الأشقر لما بلشتوا بمسرح المدينة تخيلتي أنه رح ترجع تحكي عنه بعد 18 سنة كمان أكيد وإلا ما كنت بلشت نعم ولحتى أكون متأكدة أنه رح يستمر عملت عقد لمسرح المدينة سنة 2024 حلو يعني الشباب اللي موجودين بيقدروا يستمروا وإن شاء الله بعد هيك لأنه الاستمرارية بالثقافة وبالفن كتير كتير مهم صحيح عشان هيك أنا مبسوطة أنه برنامجك مستمر لأنه كل ما واحد يتقدم كل ما بيصير أحلى البرنامج بيتألق أكثر. بيتألق لكن بوجودكم على كل حال عن جد نضال الأشقر اليوم مسرح المدينة مثل كل مسارح لبنان بيعاني من صعوبات مادية فنان عاصي الحلاني رح يقدم سهرة بعود ريعة لها المسرح ليش عاصي الحلاني بالذات؟ فارس الأغنية العربية من وين جاي لعندكم؟ وفارس بخصاله يعني اليوم وقتها قدم حاله للمسرح وللثقافة كمان فعلاً بعدين في محبة بتربطني مع كثير من الفنانين نعم خاصة المغنيين
والممثلين والملحنين، ولا مرة طلبنا من حدا وقال لا. نعم. بس عاصي الحلاني يعني أنا بعرف إنه كتير كتير مشغول، فرحت كتير إنه هو رح يجي على المسرح 19 الشهر بيكون يوم أربعة. تفضل لعنا ميشيل. اكيد انا بتعرفي بس ما بكون عندك تدفع حق الكار. ايه ماشي هلا 100 دولار ما تاخذيني هلا انه واحد بيتدينه. انا عازمتك خلص، انا عازمتك. للفنان عاصي الحلاني بدي احكي على ال 100 دولار بس بعد ما نسمع هالغنية للفنان عاصي الحلاني واللي بتلبق له لعاصي الحلاني. حقيقة كل شيء بيلبق له. جاي على المهرة عاصي ويغني بساحة ميدانه، يدبك هو وخلانه، يغني بساحة ميدانه، يدبك هو وخلانه، وبالثوب مرمح ألوانه أبيض أسود ورصاصي. ميشيل حيك رح تكون هون ب 19 شهر الله رب. رح ارجع لقصة ال 100 دولار يعني اللي حكي عنها ميشيل، عادة أسعاركم تشجيعية كثير منخفضة أسعار منخفضة يعني حتى تكون بمتناول الجميع. بس هالمرة ليش لكم إنه هي جمعية أهلية لا تتوخر. نعم. ربح مسرح المدينة. نعم. يعني الطلاب مثلكم بيقدروا يجوا ب 10,000 ليرة وبس يجي حدا يزيد أسعارنا أنا كثير بكون زعلانة. لأنه من البداية هيدا مسرح بدنا نضل نستمر بس ما بدنا نربح. نعم. يعني هدفه انه دعم يكون المسرح. مدرسة مفتوحة للثقافة وللتسلية ولجماليات ولا مثل ما قلنا ليكون هالمنصة مفتوحة للحرية وللتعبير الحر بس مش تنعمل مصاري تنقدر. نعم. نستمر. ال 100 دولار ليش هالمرة؟ هالمرة كل سنة نحن بنعمل حفلة بالمسرح. نعم. لانه ميزانيتنا بتنكسر. نعم. لسنه الماضيه اشترينا موتور الكهرباء. مبروك. بارك بعمرك. شو ماركته حلو؟ مع انه ما بينعكس. ما بنقدر نقول ماركه بنعمل دعايه. مع انه ما بينعكس بلبنان لشو يعني كماليات. ما بينعكس بلبنان انه بنحلى كهرباء. هيدي كماليه كمان مثلا. ما تنسى انه مسرح المدينه في حد منه مترو المدينه. مترو المدينه. بحبكم كلكم تجوا على مترو المدينه. هل هشام جابر بديره محترف وعم بيعمل شغله كثير كثير جميله، عامل كباري شو وعامل ستاند اب كوميدي وعامل اغاني وعامل اشياء اشياء. نعم. نروح على الكباري نحن هلا. نروح مطعم بدك هلا هيدا الهم. يعني بفهم منك انه اليوم الكارت نسبيا غالي لانه هيدي دعم دعم لمسرح لاجار المسرح. نعم. يعني نحن الحقيقة عنا ميزانية 300,000 ل 350,000 دولار. نعم. اللي هي ماشي حقيقة يعني عرس واحد الناس حطين على قلبهم. الأعراس بتكلف أكثر بكثير. بس نحن مضطرين إنه ندفع أجارنا وكهرباء ومازوت وكل هالأشياء. طيب للمهتمين يقطعوا بطاقة او يعني لقلهم لاصحابهم. نعم. او حتى يتبرعوا لكم يعني بشكل عام بيقدر واحد كيف يقدروا يتواصلوا بيحكوا معي بيحكوا معي لالي ايه بيقدر يحكي مع حضره الاستاذ انا رح جمع لهم اياه هون واخر شيء باخذ لهم اياه هون 01 75 30 010. اوكي رح نطلب منهم يظهر على الشاشه مسرح المدينه او بيبعتوا ميل. نعم. على مسرح المدينه بالحمره ببنايه السارولا او تشيك. نعم. بيقدر يبعثوا المبلغ اللي بيريدوه باسم جمعية مسرح المدينة. نعم. حتى إذا واحد بعت دولار كتير مهم إنه واحد يدفع للمسرح. على كل حال نحن بنعرف إنه بأمريكا حملة أوباما كلها قامت على تبرعات يمكن بسيطة. دولار ودولارين جمعوا له مصاري الحملة كلها اللي هي ملايين الدولارات. في إنه السنة بدأنا بمشكال اللي هو مهرجان لشباب الجامعات كلهم بمسرح المدينة. هيدا المشكال كان لتلقي كل أنواع الفنون. نعم. عنا وعملنا 5 أيام تحت الرعاية الأوروبية هالمرة ولو ما عطونا فلوس كتير بس معلش. نعم. اهتموا بالقليلة وعملنا كل أنواع الفنون يعني غنى مهرجان كان مهرجان بدأ بالشارع كامل. والجيش اللبناني كمان بدنا نزقف له مرة تانية. بلشتوا بمشكال مكفيين مع reasons to be pretty, وبعدين مستقبليا بعد reasons to be pretty بعدين بكفي المسرح مليان لآخر السنة. وبعدين عنا مهرجان للرقص العالمي اللي بيعملوا
عمر راجح كل سنة، عنا لينا خوري، عنا سيدة بتعلم بالجامعة الأمريكية كمان بتقدم. بس يعني من هلأ لحزيران الجاي ما في ولا نهار فول فاضل. مثلا فول فول هيدي بدها زقفة، هيدي بتعمل الحمد لله. نضال أسلم، كيف تقري الاعتداء الإسرائيلي يعني المفاجئ على غزة؟ أنا بعتقد إنه قصة غزة من المشكلات المؤلمة. يعني قصة فلسطين هي قصة، هي جرح فعلا عم ينزف، ولولا العرب بدل ما يشتغلوا ببعضهم صحيح من البداية حلوا مشكلة فلسطين صحيح، كانت كل المنطقة تغيرت. كانوا حلوا مشاكلهم هلا بدل ما يشتغلوا ببعضهم، وكل واحد عامل لي حاله شيء، ونحن شايفين شو عم بيصير على الأرض صحيح. يعني ما حدا بده يعطينا دروس. بس ما في شك إنه الفلسطينيين بين بعضهم لازم يوقفوا الانقسام بين بعضهم. وغزة أكثر بلد مكتظ بالعالم سكنياً، لذلك بس تنزل قنابل لهونيك تصور الأطفال والناس عم بتموت. بكل كيلومتر مربع في 21 ألف نسمة لغزة، يعني حجر بيأذي. لغزة حق وضاع الحق، لغزة حق وضاع الحق، وموت وحرق كذا دم العرب صباح، بلاقي ما ولا لاحق نطالع نشرات الأخبار. بالنهاية بدي أدعي كل المشاهدين أنهم يتوجهوا ب19 كانون الأول إلى مسرح المدينة، لأنه الثقافة بالنهاية هي الوسيلة الوحيدة حتى نوقف كل الحروب والأزمات. الثقافة هي الحل بعتقد الأوحد اللي بإيدنا كل واحد منا، ومنه كمان بيشوفوا الفارس، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني. نضال أشقر، قبل ما ننتقل لفقرة الانترفيو فورماتي رح أطلب منك تنتقلي على كرسي الخبر بدقيقة، ومن هونيك تعطينا سكوب ما قلتي قبل، تبقي بتقرري بس ترجعي لأي وسيلة إعلامية بدك تسربيه قبل ما تطلع هالحلقة. بقدر أشكر مين بدك تشكر؟ بقدر أشكر عاصي الحلاني إنه جاي على المسرح 19. أكيد كلنا بنشكره. أكيد أنا بشكره كتير من قلبي. أكيد وكل الفنانين اللي رح يجوا واللي إجوا، بس هو خاصة. أكيد وبس بدك إياه. تفضل. رول كاميرا ومنعت الخبر. رول كاميرا. الخبر بدي لكم اياه، هي اول مره بقوله. هو انت بدي اطلع على خشبه المسرح انا ورفيق علي احمد بمسرحيه بالموسم القادم، اكيد بمسرح المدينه. واكيد انا عامله مسرحيتين انا ورفيق، كان صغير كتير. أول واحدة هي ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ، هاللي قدمناها بكل العالم العربي وبلندن بالألبرت هول، هاللي ما في ولا حدا قدم على هداك الخشبة. وتاني مسرحية قدمتها أنا وياه اسمها الحلبة، وقدمناها ببيروت، هاللي هي حلبة القتال والعنف والحرب سنة 91. فإن شاء الله هيدي الحلبة تكون انتهت ومسرحيتنا الجديدة تكون انتهت. شكرا كثير نضال الأشقر. هيدي خبرية مش بمي
$100 هذه خبريه ب $100,000 انه اليوم عملاقين من عمالقه المسرح رح يرجعوا يجتمعوا سوا بعد هلا انقطاع يعني صار في انقطاع ايه صحيح ما عادش عندنا وقت نطلع على المسرح. نضال اشعر هلا بدنا ننقي اسم الوسيله اللي حابه تعطيها الخبر سكوب قبل ما تطلع الحلقه الجرس نضال الاحمديه للنشر توني خليفه او ميوزك نيشن خالد اغا. حقيقة كل وسائل الإعلام جيدة جدا نعم. بس اليوم رح نقي توني خليفة للنشر برسم النشر عندك الزميل توني خليفة زميل عزيز كمان على قلبنا وهلا نضال الأشقر وانترفيو البلد نضال الأشقر بكلمة شو علة البلد؟ الطائفية. شو متعة البلد؟ الناس. أحلى منظر بالبلد. منظر يعني بنشوف منظر شيء حلو نتفرج عليه. بعلبك. بعلبك. نقطة سوداء بتاريخ البلد. نقطة سوداء بتاريخ البلد هو ال شو بعرفني ما بعرف أي وحدة بدي نقي. نقي وحدة. أكيد بداية الحرب الأهلية هي نقطة سوداء كبيرة بلبنان 13 خاصة إن إحنا قتلنا بين بعضنا صحيح متفائلة أو متشائمة بمستقبل البلد؟ ما بدي أكون متشائمة بدي دايما ضل متفائلة كيتي الأشقر اختاري مشالا وتغزلي به اها هذيك المره تغزلت فيه ايه هلا بدي اتغزل بمشال وانت مرتديتون شالا نعم انا بعتقد انه مشال انسان متميز اول شيء شاب حلو وبيلبس حلو وبعدين ما بعرف اذا لازم نجوزه لانه انتم مصرين عليه صار له 7 سنين خاطب ان شاء الله يضلوا 20 بضل متالق وهلا حديث البلد مع الفرسين الأربعة بمجدك احتميت بترابك الجنيا اسمك غنيت عاسمك احتميت بمجدك احتميت بترابك الجنيا اسمك غنيت عاسمك رح غني واحمل بايدي كاسك المليان وارفعه لفوق 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 لمطرح اللي بيوقف الزمان واسكر باسمك مجد يا لبنان واسكر باسمك مجد يا لبنان واسكر باسمك مجد يا لبنان الفرسين الأربعة وأحلى دخلة بالصوت والأداء على حديث البلد بنهار عيد الاستقلال إن شاء الله بنعاد على كل اللبنانية الفرسين الأربعة نادر خوري سيمو عبيد إلي خياط وزياد إماز أهلا وسهلا فيكم بحديث البلد أنتم فنانين لبنانيين معروفين بمجال المسرح والغناء تميزتوا بالأغنيات الوطنية والأعمال الانتقادية الساخرة وأنتم ضيوفنا الليلة من بعد ما أحييتوا اليوم عيد الاستقلال بحفل ضخم بساحة الشهداء أهلا وسهلا فيكم أهلا فيكم Thank you.
نادر خوري، قديش اغنيتكم اللي حكيت عن هموم الوطن والمواطن خلتكم يعني الاجدر بانكم تحيوا هالمناسبه؟ يمكن لانه كنا السباقين قبل غيرنا بزمن صار في كثير اذا بدك تدني بمستوى الغنائي وبمستوى المواضيع اللي كانت عم تنطرح. جينا مثل ظاهره جديده للناس فشت خلقون، نواب موسيقيين عم بيحكوا باسم الناس، وهون كانت الميزه عنا وحبونا الناس وكتر خيرهم وراح يضلوا يحبوكم بعتقد. سيمو عبيد اهلا وسهلا فيك كمان، طلبتوا من الزعماء يفلوا من لبنان، قاموا فلوا الناس وبقيوا الزعماء. هلا مبدئيا هي سيمبول يفلوا الزعماء من لبنان، بس فيكم تعكسوها قالوا لا غني للناس يفلوا، ما هن فلوا الناس وبقيوا الزعماء. بتعرفوا وين يفلوا؟ يفلوا من هون قبل كل شيء، من راسنا طبعا. بعد رح تسترجوا تغنوا هيك؟ إيه ليش لا؟ رح تسترجوا تغنوا لهم؟ اذا صارت معكوسه لا مش حدا حدا بيخاف من الحقيقه والحق. طب يلا غنوا لهم اياها بلكي بيسمعوا. هلا لا غنوها زعما فلوا من لبنان، 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 كبرت فينا فرحتنا وصار فينا نعيش بأمان، صارت جنة ديتنا. الزعما 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 فلوا من لبنان، كبرت فينا فرحتنا وصار فينا نعيش بأمان، صارت جنة دنيتنا. الفرسان الأربعة، قبل ما نكمل سوا خلينا نتذكر أبرز أغنيتكم بهالميوزك ستوري. شرشحتوا البلد أكثر ما شرشحتوا، علقتوا الصور والبلد علقتوا، شرشحتوا البلد أكثر ما شرشحتوا، علقتوا الصور والبلد علقتوا، بعد في حيطان تكفي لسبتوا الصور على شقراء أو حنطية، المهم تكون حلوة ملوحة بشمس الصيفية، عطرة يهوي ويروي. سمرة شقراء أو حنطية، المهم تكون حلوة ملوحة بشمس الصيفية، عطرة يهوي ويروي. يا ناس بأحلى سهلية، عيونا خضراء عسلية، مهرة اللي جاي مسوي علي وشايفي حالا. زعما رجعوا عالمنا، كبرت فينا فرحتنا، صار فينا نعيش بأمان، صارت جنة دنيتنا. الزعما 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 رجعوا عالمنا، صارت جنة دنيتنا. نزلوا بنفس الأوتيل، تروقوا تغدوا تعشوا، كل واحد قاعد بميل، أكلوا انتفخوا وتمشوا. قوموا نتبوك عالدك، رش الحيطان نوعي هالأرض بتك، نوعي لبنان خليك تعسي المليان، غضب وإيمان ترجع بلدنا البالي، بلدي لبنان. الفرسان الأربعة يعني ما بينشبع من أغانيكم. بالصيف الماضي قدمتوا حفل كبير بواجهة بيروت البحرية بيعود ريعه للسجون اللبنانية وتحسين وضعها، ونحن عم نحكي هلا رح نشوف مشاهد من هالحفل اللي رح تحولوه قريبا لدي في دي. إلي خياط، ليش صار في لغط كتير حول هالحفل؟ صار في لغط بعتقد من بعد الحفل يمكن تقصدي. في ناس سالوا انه وين راحوا المصاري يعني تبع الحفل.
للحقيقة نحن كنا مقدمين حالنا كفرسين أربع تنامي لهالشو يعني. نعم. وندعم السجون، وكان في 12 جمعية حوالينا. نعم. وهن اللي كانوا بيهتموا بشيء اسمه مادي، نحن ما دخلنا بشيء اسمه مادي، ما فات على جيبتنا ولا دولار، حتى إذا بدك في بعض مصاري مديونين نحن لبعض الناس، لأنه كلفت الحفلة حوالي 70,000 دولار. نحن بعدنا عم نوفي من جيبتنا اللي وعدنا فيه يعني. عملتوا غنية للمساجين؟ منا مبدئيا ثلاثة خاصين بهالعمل يعني، بس في وحدة خاصة للصحيح للسجون يعني. شو معنوينها؟ من خلف الأضبان. من خلف الأضبان عم بكتب رسالة على كل الحيطان، على النجم إقبالي، لأنه الفارس الرابع الجديد بالفرسان الأربعة جديد نسبياً، درست غنى شرقي بالكونسيرفاتوار، وبال88 حصلت على ذهبية استوديو الفن بالطرب الكلاسيكي، وأحيت عدد كبير من المهرجانات قبل ما تنضم من سنة وشهرين للفرسان الأربعة لتحل محل الفنان جيلبير جلخ. صحيح أنه صورة على الإنترنت أو على الفيسبوك هي اللي ضمتك للفرسان، أو كانت الطريقة أو الوسيلة؟ صحيح، أنا سافرت على كندا وانقطع الانفو عني. نعم. وصار صار في بالفريق مكان فراغ للفيس الرابع. نعم. ودوروا كتير على فنانين يعني. نعم. فنانين كتار، نعرض أسامي كتار. وأنا كل شيء انفو بلبنان انقطع نهائيا. صورة صغيرة أنا مصورة أنا وشباب أربع سنين بزحلة. نعم. كان عنده مهرجان وحطتها عندي أنا بالألبوم. اكتشفها نادر خوري اللي له فضل كبير والشكر كبير له، ومن ورا هالصوره شو نادر خوري يلعن هالساعه كانك عم بتقول ساعه خير. ايه نادر كيف لا عم بقول كيف اكتشفتها؟ ايه مش معقول. المهم قال لي جيلبير فال، وقلت له ايه الله معه. قال لي نحن عم نفتش على الفارس الرابع. قلت له انت بعد ما لقيتوه؟ قال لي مبلا. قلت له وينه؟ قال لي عم بحكي على معه على حصانه. قلت له نعم. قال لي عم بحكي معه انت الفارس الرابع. الفرسان الأربعة بكره رح تعقدوا مؤتمر صحفي بالتعاون مع نقابة الأطباء بإطار حملة توعوية عم بتشاركوا فيها حول موضوع وهب الأعضاء، ورح تقدموا خلاله أغنية خاصة بتتناول هالموضوع، ناويين تصوروها بكليب قريبا. كل الأعضاء عن جد ضحكت لأن عارفة شو بده يمزح قبل. شو عم بقول؟ دينان يعني مثلا. شو فيه نضال الأشهر؟ كيف فينا نتكل عليك؟ يا عمي ما بقدر اطفي، صار لي ساعة بجري. على كل حال انتو مقدمين اغنية لا يعني قضية وهب الأعضاء، شو اسمها الاغنية والحان وكلمات وتوزيع مين؟ اسمها عينك نور الدنيا يعطيها، كلمات الدكتور حمد أبو درغم. نعم. وتوزيع والحان وتوزيع أستاذ غادي رحباني. نعم. وأشراف الفني الأستاذ غادي رحباني. نعم. وتسجيل استوديو جورج مرعب. يعطيكم العافية. يعني الفرسان الأربعة من بعد كمان ما أحييتوا غصيف أكثر من 20 مهرجان بمختلف المناطق اللبنانية، رح تشاركوا ب 22 الشهر الجاري وللسنة الخامسة على التوالي بمهرجان بيروت ترتل اللي بتنظمه سوليدار بأسواق بيروت. وعرفنا أنكم عم تحضروا لا استعراض غنائي ضخم ولا أربع أغنيات بتتناول مواضيع إنسانية واجتماعية مهمة، منها موضوع البيئة. الفرسان الأربعة وانترفيو هيك أو هيك. بدك نبلش من هون؟ شو عم تأشر لي؟ خلينا. نادر خوري، تلفزيون أو مسرح؟ مسرح. شتي أو صيف؟ صيف. فرنساوي أو إنجليزي؟ اثنين. شقرة أو سمرة؟ الاثنين. سمرة. وين؟ 8 أو 14؟ 8. جازي أو عزوبية؟ جزوبية. كل وحده لها نكهتها. بدك تنقي وحده. الجزوبيه. لا انه بالاخر الجيزه يعني. جيزه. جنرال او حكيم؟ جنرال او حكيم؟
انتبه في عندنا نقي غير جنرال وغير حكيم. ليلي ليلي اضربها حكيم، ليلي اضربها بنصحك حكيم, حكيم. الأغلبية كلهم من الشارع جنرال أو حكيم، عطي رأيك وأنا بضمن لك الظهرة. جكيم حديث البلد أو توك أوف ذا تاون؟ ليه لك الاثنين حلوين؟ أنا حضنهم اثنيناتهم، اثنيناتهم حلوين. حديث البلد. حديث البلد، دايما العربي أحلى. كيتي أربعة فرسان. هذا أحمر أحمر. يعني أنا شخصياً بعيد عن هالشغلة بالذات. شو هي؟ بدنا نعرف شو هي، بدك تقراها. نعرف موهبتكم في الغناء المطلوب اختبارها في الدبكة. الدبكة يلا. أنت مالك الدبكة. أنا وسيمو. شو قلتوا الغنية تبعي؟ قوموا ندبوا. قوموا ندبوا. معقول تغنى قوموا ندبوا؟ يلا قوموا شباب. وتسموا الدي في دي. يلا شباب قوموا تطلعوا على الله. قوموا شباب تاني تطلعوا على الله. ما بدك تطلعوا حيلة. قوموا يلا. ميشيل حايك، لقائنا معك ايمتى؟ قريبا قريبا ان شاء الله. شكرا كثير وان شاء الله تكون كل الامور معك شخصيا ورديه مثل اخر توقع اعطيتنا اياه بحديث البلد. توقع شكراً كان كتير. انا رايح معه كان هو وعدني. اوكي ما لك كان يا ما كان. انا مستعد روح ما ارجع. شكرا كثير ميشيل حايك. البلد مع زراعة الحشيشة والعائد عادل مشموشي ونادية أب دكتورة. من وقت ما زرعنا حشيشة ما عرفينا نقعد على الكرسي. مساء الخير عقيد مشموشي ومدام نادية، واهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. محاولة تلف الحشيشة ومنع زراعتها بالبقاع كانت حديث البلد بالفترة الأخيرة، خصوصا بعد اصطدام المزارعين مع الأجهزة الأمنية لأكثر من مرة. عقيد عادل مشموشي، أنت رئيس شعبة مكافحة المخدرات بقوى الأمن الداخلي، ونادية المعروفة بزكورة ست نادية، أنت من مزارعي الحشيشة السابقين. نعم. وتجرت فيها لفترة طويلة. عقيد مشموشي، بظل عملية المكافحة اللي عم بتقوموا فيها، قديش بعد في أراضي مزروعة حشيشة بلبنان؟ يعني إذا ما نحكي تقريباً بالكيلومتر المربع مثلاً. مبدئياً هلأ خلص وقت التلف، يعني نعم. تلف اللي تلف، وفي البعض تمكنوا أنه يهربوا قطافهم. نعم. بالفترة اللي وقفنا عملية التلف. نعم. ولكن مبدئيا باواخر ايلول بتنتهي عمليه التلف. نعم. طيب الاراضي اللي ما قدرتوا تتلفوها نسبه للاراضي اللي تلفتوها قديش هي؟ تقريبا تلف شيء 8000 دونم. نعم. من اصل شيء 25.
من اصل 25000، يعني في بعد عندنا شيء 17000 دنم موجودين. مبدئيا تم يعني جني هالمحاصيل. نحن بس نحكي دنم بالنسبه للكيلومتر قد ايه تقريبا؟ الدنم يعني 1000 متر مربع. 1000 متر مربع يعني كيلومتر. نادية اللافت انك بتعتبري الحشيشه صحيه ومفيده للاقتصاد الوطني. اول شيء اذا بدنا نقسم، شو دليلك على انه الحشيشه صحيه وليش بتلاقيها مختلفه عن بقيه انواع المخدرات؟ هلا ما فينا نقول صحيه، نعم، بس فينا نقول بنقول مفيده للبلد 100% يعني، هي ما بتقبل جدل. نعم، بس سبق وقلت انه صحيه يعني صحيه. ايه ما بتضر. ما بتضر، ما يعني مثل الويسكي والعرق والبيره يعني ما بتفرق عنه. وبالنسبه لاقتصاد البلد، اقتصاد البلد هي مسجعه بالمية مية. نحن ايام الحشيشه اهل بقاع، نحن اذا مضره والدوله اللي بتقول مضره تعطينا بدل لها. اكيد هذا بدنا نحكي نحن اليوم، نحن كانت عشتنا منها. نعم، نحن ايام الحشيشه اهل بقاع مثلا الوزاره، وزاره الصحه ما نبقاش نسمع فيها. نعم، اذا مثلا نجي على تل شيحه وما في اوضه بريمو ما نتحكم. نعم، يعني كانت مفيده وما بتضر. نعم، اليوم اللي بضر يعني القريين احوالكم كانت الماديه جيده. ايه معلوم جايدة، كان جيده ما تقبلوا باي نوع استشفاء. بتقولي اليوم عم بتقولي جاي بتقولي انه إيه نعم كنا عم نزرع حشيش. نعم، بتقولي عن قبل اكيد. ايه عم بتقولي انه الكوكايين مختلف. معلوم مختلف بالمية مية. نعم، كوكايين القريين. نعم، هيدا إنسان إذا أخده بيستدمي علاه مع شو يداشره. نعم، بس الحشيشي بده شراية أهون من سكارة الدخان. عائد مشموشي، شو تعليقك على عم بتقوله؟ هيدا الكلام غير مسؤول، مع احترامي لإلها بحترم. نعم، رأيها، ولكن هيدا غير دقيق وغير علمي وغير مسؤول. نعم، على كل المستويات الحشيشي هي إحدى السموم اللي منعها القانون، لأنه كل الدراسات العلمية تؤكد على أن السموم تفتك بالخلايا العصبية بشكل عام والدماغ بالتحديد. نعم، عند مفاعيل الهلوسه، وبالتالي مثل سائق السياره في كثير من حوادث السير بيصيروا نتيجه تعاطي الحشيشي. في كثير من جرائم القتل عم بتسويها هون بالويسكي لا مش صحيح، هذا تضليل. اليوم كثير بينحكى انه كم الدوله مقصره، ما في زراعات بديله، ما في تامين فرص. تقصير الدوله ما بيتوقف على منطقه البقاع بالتحديد. نعم، انا برايي كلنا نحن مقصرين بحق البلد وبحق اقتصادنا. نعم، كل واحد لازم يسعى ضمن امكانياته لنحسن هالاقتصاد. نعم، ولكن اذا عندنا ولد مثلا عم يتناول مخدرات او ما بده يروح على المدرسه، هل بنيجي معه ما بنبعته على المدرسه او بنسعى لنبعته على المدرسه ليحسن وضعه؟ نعم، كمان نفس الشيء اللي عم يسعى مخدرات بشبههم اليوم مثل المدمنين على المخدرات. طيب هل بنقويهم بالادمان ام بشيء اخر؟ خلينا نسعى الى البحث عن مصادر عيش مشروعه كريمه نامن لاهلنا بالبقاع. نعم، هالمصادر المشروعه وهي كثيره. اليوم قبل ما تقوموا بخطوات التلف في بديل، لما فيهم يزرعوا افيون مثلا بديل افيون. لا الحقيقه حتى بالمجال الزراعه فيما يسمى بالزراعات البديله، في عندنا نستغل الثروه الحيوانيه، في نستغل اليوم طرحتوا زراعات بديله او جربتوا انكم يعني بطريقه موازيه لعمليه التلف، هل كان في عمليه مثلا اعاده تاهيل هالمزارعين لحتى يتعاملوا مع زراعات ثانيه او تامين فرص عمل اخرى؟ هذا الامر ما بتحقق خلال اسبوع واسبوعين. نعم، انا برايي هيدا ينبغي وضع سنة. ينبغي وضع استراتيجيه وطنيه متكامله تنفذ على يعني استنادا لرؤيه وطنيه موحده وعلى مراحل زمنيه تاخذ في عين الاعتبار الامكانيات البشريه والماليه واللوجستيه المتاحه. نعم، غير هيك ما في حلول، ما فينا نعمل حضرتك القانون لنا 20 سنه موقفين الحشيشه. طيب ما دام ما زال هالقد مربحه، ما زال هالقد مربحه ليه وقفتيها؟ قد ايه بدنا نحيش؟ قديش ما نحيش ونعيش ونركض؟ 20 سنه ما زال هالقد مربحه، ليش وقفتي زراعتها؟ لك ما الدوله ما عادش خلتنا، نحن قلنا لها بامرك، الدوله اللي بدها تعطي بديل، اعطونا بديل دخانات. وين هي الدوله يعني كيف اعطونا بديل دخانات؟ نعم، دخانات قال بدنا نعملكم ضمان صحي. على الوعد يا كمون قلنا 20 سنه. حتى على الوعد يا كمون ضمان معنا. طب ليش ما تحولتوا مثلا لزراعه التبغ مثلا؟ ما عم نزرع تبغ. عم تزرع عم يعطونا شخص له رخصه. نعم، هذا اذا معه رخصه. نعم، 300 كيلو 300 كيلو ب 3 مليون، هذا راس السقف. نعم، 3 مليون 3 مليون بفوتوكش اذا بتسخني عم مستشفي نهار وطول سنويا. عم نحكي دخل سنوي اكيد لانه الموسم بيجي مره بالسنه. هون عندي سؤال لك كولونيل، بتعتقد المستفيد من زراعه الحشيشه هن عدد كبير من المزارعين او اشخاص معينين يديرون هؤلاء المزارعين؟ هن مجرمين خارجين على القانون لا يزيد نسبتهم عن 4%. 4% هن اللي عمال يديروا، ولكن عم بيؤدوا الى تدمير المنطقه بالبقاع. نعم، يمنعوا الويسكه ويمنعوا الدخان ويمنعوا
المشروب كله مثله مثل الحشيش. أنا بسأل برأيي ما هو الفارق ما بين يقتل بمسدس وما يقتل بالسموم المخدرات؟ هيداك بيقتلهم من دون عسل. مش كل المخدرات. أما مش كل المخدرات. أما القتل بواسطة المخدرات فهو قتل متراخي مع عذابات للمدمن ولذوي المدمن وللوطن. سيد زكورة ما بتحس بوجع ضمير إذا عرفت أنه في بيوت كتير انخربت وشباب ماتت؟ يعني الحشيش ما خربت بيوت حدا ولا شفت حدا شربها وإذيته. بس ما انت ما شفتي حدا شربها، ما بخلي حدا حواليك يشربها. انا ما شربتش. بس ليش اللي عم بتبيعي عم تروحي بتحششي معه؟ في ناس شربت. نعم ما انضرت بتعرفي، ما انضرت. في ناس شربت وصارت مثل وزال رايك بهالموضوع. الحشيشي ما بتضر مثل الوزك. لانك انا يعني الهيروين والكوكايين والدعاره بلبنان يردوا دعاره محميين من ناس كثير معروفين. يرحم موتاك. يعني ال ال يرحم موتاك. والكوكايين عم بيتوزعوا بالمدارس وبالجامعات. الدعاره ليش حميتها يعني الدوله؟ بس مش المخدرات هي اول خطوه باتجاه لك شيء. انا ما بدي حامي كمان عن اللي بحششوا، ولكن بدي اقول لك انه سهل البقاع. خلينا نحط الحشيشه على الجنب. حطوها شباب من بعد اذنك. لا، سهل البقاع من أغنى مناطق بكل منطقة أرضة. أرض خصبة. حتى الرومان كانوا يعتبروا سهل البقاع هو مكان أكلهم وشربهم وحياتهم. الدولة اللبنانية اللي صار لها 70 سنة يعني شو عملت أهل البقاع؟ مشاريع ماي بأرضها حتى الدولة. هل دعموا زراعة لحتى الناس يعيشوا بكرامتهم؟ أكيد في أهمال كتير. هم دفعوا الناس يزرعوا، لأنه بس الدولة تغفل أهلها، ما يعطون بذر، ما يعطون إشياء يزرعوها، وما يعطون، ما تدعم التعاونية الزراعية. بدو يدعموا الناس يقدروا يعيشوا، مش يدفعون لل أنه يزرعوا حشيش. طيب كل هلا شو بدي لك؟ عندي لك سؤال. العميد أنا معه 100%، وأنا بحترم كل الاشياء اللي عم بتصير. الدولة لازم تدور مشروع ماي الحقيقي. وين الكوكايين؟ وين الهيروين؟ الدولة قد تكون مقصرة بمجمل الأراضي اللبنانية وليس فقط في منطقة البقاع. ومنطقة البقاع ليست المنطقة الوحيدة أو الوحيدة الفقيرة في لبنان أو التي تعاني. صحيح. إذا بدنا من قصور بأداء أجهزة الدولة. صحيح. من هون أنا أدعو الحقيقة اليوم قبل بكرة لعقد مؤتمر اقتصادي لوضع خطة استراتيجية لإنماء مختلف المناطق، يعني لتحقيق تنمية مستدامة، وبالتحديد المنطقة الريفية بمنطقة معلبك الهرميل بأسرع ما يمكن. بدي أشير كمان للدور الإعلامي اللي عم بتقوم فيه الام تي في بمواكبة عمل قوى الأمن الداخلي من خلال برنامج بالجرم المشهود مع الزميل رياض طوق. رح يكون لنا كمان يعني لقاء معه. وجه له تحية ولجرأته لمواكبتنا ببعض العمليات اللي شوي حساسة. الله يحميكم يعني. واللي خصصوا فيه كمان أكثر من حلقة عن زراعة الحشيش. مع احترامي إله سألي لي إياه كيف السنة طلع تلف الناس ودشر الناس. حاضر الجنة. ملاحة. ليش ملاحة؟ كلنا بنعرف انه طلعنا نطلب حشيشي للاسف. عكس نحن اولادنا ما بتقاوز. بس خليني احكي لو سمحت. اولادنا ما بتجرب تقول انه اتلفتوا الاراضي اللي احنا اولادنا ما بيقاوز. طلعنا لنطلب المخدرات. الحقيقه كلكم شاهدتوا على مرأة ومسمع من كل العالم قديش اطلاق النار اللي صار علينا بعتقد يمكن عجبت مع سوي المسار. بس من مين؟ مش بس هيك، قديش صار قطع طرقات وحرق دواليب الى ما في ناس عم تقاوز. ولانه نحن دوله بقالت دوله وفي ناس ما بتقاوز. ما بتقاوز تلفتوا. عرض الامر على اعلى المراجع السياسيه اللي ارتقوا انه وقف العمليه لحين دراسه الموضوع، وبعد ما تاخذ القرار المناسب رجعنا تبعنا، ولكن كان بعض الناس قدروا يهربوا بعض المحاصيل ونسعى الى مصادر تحليل. قديش فعاليات المنطقه عم بتساعدكم بهالموضوع؟ اذا بدك انا مثل ما بقيس تقريبا شبه صفر. انا كنت بتمنى من فعاليات المنطقه هن اللي عم من كل المسؤولين ان يوقفوا موقف حازم من هالزراعات اللي عم بدمر المنطقه فوق والبلد بشكل عام. نعم. ست ناديه او زكوره شكرا لحضورك معنا الليله. ميرسي. وتحيه لقوى الامن وللمزارعين اللي بنتمنى الدوله تلتفت لمطالبهم المحققه. على الوعد يا كمون 20 سنه حتى كلمه صغيره الحقيقه يخلصوا من هالآفة. اكثر المتضررين من الزراعات الممنوعه بالبقاع أهلنا في البقاع. نعم. وأكثر المنتفعين في حال يعني أزيلت أو انتزعنا هالثقافة الهابطة زراعة المخدرات من البقاع هن أهلنا في البقاع. وشكرا لكم. عائد وسيد زكورة شكرا كثير. ست نضال الأشقر شكرا كثير لمشاركتك بهالحلقة ولا أرائك كمان ومشاركتك معنا بالرأي. شكرا. وبالحضور. إن شاء الله. ومنذكر الكل أنه 19 كانون الأول بمسح المدينة
الفارس عاصي، الفارس العربي الحلبي، عاصي الحلبي. شكرا كثير، شكرا لك، شكرا حديث البلد مع دانا الحلبي. مساء الخير دانا الحلبي، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. دانا الحلبي، انت فنانة لبنانية، انعرفت من حوالي 7 سنين بأغانيك الدلوعة والجريئة، وانت ضيفتنا الليلة بحديث البلد بعد ما تزوجتي وصار عندك ولدين، مبروك والله يخليهم يحميهم، وبصفتك رئيسة مؤسسة الحلبي الخيرية اللي أسستيها من 5 أشهر لتهتم بتعليم أطفال الربيع العربي. دانا، صار لك من 2008 شبه مختفية عن الساحة الفنية. نعم. اعتزال ولا استراحة مؤقتة؟ مش اعتزال ومش استراحة مؤقتة. فإذا شو؟ هقول لك شو؟ مثل بريك صغير لحتى أفكر أنا وين بلاقي حالي أكثر. نعم. عم حاول أعمل كذا شغلة. نعم. عم حاول أقرب على المواضيع الاجتماعية أكثر، عم حاول أقرب من الفن أكثر، عم حاول أقرب من التي في أكثر تشوف وين بلاقي حالي أكثر شيء. وصلت لقرار ولا بعد؟ تقريبا عم بلش اوصل لقرارات كثير حلوه بعد رح نحكي عنه الحلبي فاونديشن كمان، بعد الحلبي فاونديشن. بس قبل ما نكفي معك خلينا نشوف مشاهد من نشاطاتك بجمعيه الحلبي الخيريه، بس حتى نقدر نشوفهم بدي اطلب منك تطلعي بكاميرتك وبس تضوي احمر. كلير باسم. اشتاق للاولاد، تعلقت فيهم كثير وعن جد الانسان لما يعمل عمل خيري، لما يسمع بالاعمال الخيريه غير لما يعملها عن جد بحسها من قلبه. اليوم جمعية الحلبي الخيرية عم تهتم بمئات الأطفال وعم تركز، والأولاد يعني حتى الأعمار متقدمة، يعني عم تركز على تعليم مهنة لهالأولاد اللي فقدوا المعيل. هي المؤسسة بتعتني بالكبار كمان ولا كله بالصغار؟ لا بالأطفال ما بتعتنوا، واللي عقلهم صغير متضرر من الربيع العربي؟ لا، إذا واحد كبير طفل المعجزة يعني بس في بقلبه طفل تعتني بهالطفل اللي بقلبه؟ خلص المديرة هون بنظبط لك اياها ميزة. ليك انا صراحة بحب عمل الخير. ما هو عمل خير، مش عم نحكي نحن. إذا محتاج لعمل خير قام نعتني فيه. أكيد محتاج لعمل خير، أكيد. دانا، من بعد ما حكينا عن نشاطك الحالي، خلينا نتذكر سوا دانا الفنانة بهالميوزك ستوري. أنا دانا، أنا دانا دانا، فتح عينك كل ملبن حتشوف رأسي ودلالي وحتبقى أنت يا غالي كل حبي وأمالي، وأنا حتدلع حرقص لك رأسي بلدي، ده ما فيش أحلى من البلد، حناكل وحنشرب نتشحلع بالحب أنا
شفت ضحكته هالقد واسعة على مشان صرت ببلوتو والله. دانا الحلبي، انت مواليد الكويت والاصل من طرابلس. نعم. بلشتي بمجال عرض الازياء بعمر 13 سنه. نعم. وسنه 2005 انتقلت للفن وقدمت البوم واحد، سبع كليبات واربعه سينجلز. البوم وسبع كليبات دانا، قديش كان اعتمادك على يعني غير الغنيه على جمال شكلك كمان؟ لا بتعرفي شو، الغنية بتوصل اسرع بالكليب. نعم. وانا يعني انا كنت فنانة استعراضية يعني. كنت بيهمني انه انا اقدم استعراض لتوصل الغنية اسرع يعني، ما انه كنت الباكج، انا كنت الصورة مع الاداء. نعم. الجيد مع الكاريزما الحلوة يعني. نعم. عملت لك انا البوم واحد، سبع كليبات واربعة سينجلز مع مدير اعمالك السابق جاد صوايا، وبال 2008 ابتعدت نسبيا عن الاضواء بسبب زواجك من المحامي اللي حيدر، واليوم عندكم صبي وبنات الله يخليهم، كارل 3 سنين وتمارا سنة واحدة. دانا اليوم عم بتواجهي صعوبة مع الناس اللي بعضهم بينظروا لك يعني نظرة دانا مثل ما قلنا الدلوعة؟ انا بزعل اذا حدا ما بينظر لي نظرة دانا الدلوعة. بالعكس انا على طول بعدني دلوعة وبعدني حلوة، وهيدي ما بتنفي هاي يعني. ايه هذا كل شيء شيء يعني. بس حلو انه فرجي وش ثاني من شخصية دانا اللي هي اوريدي موجودة، بس انه كان بدي بعد نضوج كافي لحتى اظهرها للمجتمع، ممكن الوسائل حتى كمان لتقدري. نعم. تظهريها. فينا نوضح شغلة. نعم. هيك نتمنيها. الكلمة كبيرة كثير، النجمة الاستعراضية. يعني كل حدا ما بيقول انه انا صوتي حلو بمعنى حلو. نعم. بقول انا فنان استعراضي. الاستعراض هو ارقى ارقى عمل مسرحي ببلش، هو يعني رقم واحد. من بعده المسرح. نعم. فلما بنقول عمل استعراضي هذا عمل متكامل جدا كتير كبير، وهو اكثر شيء مكلف. نعم. فبنتمنى انه نقول انه هلا اللي قالته دانا، انا كتير مثل ما بقولوا انه بالعكس الا برافو، عم بتقول انا هلا انضجت، هلا انا عم بحاول اشوف طريق اثبت احسن. نعم. ولكن العمل الاستعراضي، هي كل فنانه او كل فنان. نعم. بقول هذا عمل استعراضي، لا هذا مش عمل استعراضي. نعم. هذا عمل كليب عادي، الاستعراض شغله كثير كبيره. بليز شو قصدك؟ يعني عم بقول اللي عم بيقولوا اليوم انه الاستعراض بده تمكن من الصوت، تمكن من لا عمل كثير كبير، عمل يعني متكامل يعني. جركلا مثلا، جركلا عمل استعراضي. نعم. ايه بس انا كنت يعني كليب حلو بدك فيك تقول اللي بدك اياه، ولكن مش استعراضي، هيدا عمل فني بعينك. هلا هو عم يستعرض الموضوع اللي انت استعرضتيه قبل عن الاستعراض. ايه بس انا ما فينا نكون موجودين الفرسان عم بعرضنا على الخطا. لما كنت اعمل لما كنت اعمل انا اعمالي اللي قبل، كنت اعمل اعمال استعراضيه يعني بالبادجت اللي عندي كان يطلع شيء حلو. وكان هذا مش عمل استعراضي، هذا اللي عم نوضحه انه هيدا عمل استعراضي. هيدا عمل استعراضك انت. ايه بس انه لا بس بلكي يعني اليوم دانا مثلا شفت لك كليباتها قبل؟ شفت ايه اكيد. شايف. بدي اقول شغله. نعم. نحن الفرسان الاربعه مكتب لنا استعراض. نعم. تنقدر نعمل هذا الاستعراض بدنا مينيموم 250 الف دولار اذا. نعم. هلا بدنا نبلش نوضح بالارقام. نعم. مشان هيك هي هون عم بتقول لك تعمل ببادجت، هيدا ما استعراض، ما هيدا اللي عم نوضحه، هيدا عمل فني ما بدري شو بسموه، مهضوم كثير يمكن حلو مش حلو، هذا غير تصنيف. دانا شو رح نسمع منك ليلي؟ ما رح ترجع للغنى بس احنا بدنا نسمع منك شيء بحدث البلد. ايه انا دانا. أنا دانا. آه. يلا مع أنه ما بدي غني بس حغني. يلا يلا خلق مش معقول يعني تجي على حديث البلد وما تغني. أنا دانا أنا دندن فتح عينك تاكل ملبن، حتشوف رأسي ودلالي وحتبقى أنت يا غالي كل حبي وأملي، وأنا حتدلع حرقص لك رأسي بلدي، حناكل وحنشرب نتشهر. غنوا انشبه. دانا شو بتحسي لما بعد 4 سنين من توقفك عن الغنى بعض الشباب والصبايا عم بغنوا معك الأغنية مثل أول نهار؟ حس حالي فنانة استعراضية ناجحة. دانا الحلبي، بما انه عم نحكي عنك كل الوقت، دانا الحلبي وانترفيو انت.
انت حلوه كثير، انت ذكيه، انت متواضعه كثير. انت حلوه على كل حال. انت ذكيه ماشي الحال. انت مشهوره؟ نعم. انت ناجحه بالفن؟ نعم. انت مغرومه؟ نعم. انت مين؟ انا دانا. انا دانا. انا دان دان. وهلا حديث البلد مع زهير عبد الخالق. فيك بحديث البلد، كنا بنتمنى انه نتعرف عليك بظروف احسن. زهير عبد الخالق، انت والد المرحومه ملاك عبد الخالق، 24 سنه اللي توفت بحادث موشات وهي وعم تقطع طريق خط الشام سوفر يوم الثلاثاء 30 تشرين الاول الماضي، وانت ضيفنا الليله لنحكي عن حمله تسريع انشاء جسور على هالطريق اللي عم بيقوم فيها اهل واصدقاء ملاك بالتعاون مع اليازا. سيد زهير، كل يوم بتوصل ملاك من بيتكم بمجد البعنة على طريق الشام حتى هي بدورة تاخد وسيلة نقل أو سيارة أو باص وتنزل فيهم على بيروت على جامعتها اللي كان مفروض تتخرج منها رابع سنة وآخر سنة بإدارة الأعمال. كيف كان آخر النهار؟ يعني كيف كان صباح آخر النهار؟ وكيف قضيته أنت وملاك؟ وشو صار لمين ما وصلت على طريق الشام؟ هو عادة أنا كل يوم بنزلها على الطريق هيد محل ما صار الحادث، بقطع الطريق بالسيارة حتى لأنه خط الشام فوق سيارات جنون طالعة نازلة وما في لا جسر ولا في شيء. قبل ما طلعت عملت لي هيك، يا بابا أنت مهضوم كتير. قلت لها أنا يا ما حكيت ولا كلمة، شوية برمت هيك. قالت لي بنتك حلوة. أنا عادة على بكرة بشرب قهوة، ما شربت قهوة، عملت لها اللي هي نسكافيه. بدخن سيجارة. قالت لي ما تدخن. قلت لها ما معي دخان، ما راح دخن. ونزلت وديتها على الطريق محل ما شو اسمه، ومتواعد انا وياها انه بتطلع بكير، هي الساعة 3:30 بتطلع بتعيد بتعمى اللي هو اهل خطيبه. نعم، كان عيد الاضحى. ايه ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والبركه يعني، وهالمأساة تنذكر ما تنعاد، ويخلي لك اخواتها الثلاثه لملاك. المهم بعد الظهر متواعد انا وياها بس تخلص من الجامعه بتدق لي هي تطلع جيبة أنا من فوق. نعم. من 3:30 للأربعة وخمسة أنا ناطر بالبيت، قامتي بتلفن لي لحتى لي أطلع. نعم. ما تلفنت. طلبت أنا على الخط ما ردت. طلبت مرة تانية ما ردت. نعم. بيجيني تليفون أنا. نعم. شلت التليفون رديت عليه، قالوا لي أنت وين؟ قلت لهم أنا بالبيت ناطر لحتى لي تتصل في ملاك وطلع جيبها. لا تطلع جيبها من محل ما حطيتها. محل ما حطيتها. نعم. قالوا لي ملاك عاملة حادث وهي بالمستشفى. مستشفى الإيمان بعلي. مستشفى الإيمان بعلي. نعم. إجا صهري شادي. نعم. وطلعت معه أنا. اللي هو خطيبة. لا صهري الثاني. صهرك الثاني. أوكي. خطيبك هو مسافر. نعم. بس عرف هو خطيبة إجا ثاني يوم. كانت آخر ما حكيت معه هي لخطيبة قبل ما نزلت من السيارة. قبل ما نزلت من السيارة اللي طلعتها من بيروت. بطلعتها من بيروت. قالت له بدي ميل عيد بتخالي أول مرة بتنزل هوني. ما بعرف شو اللي صار. ما عاد شفتها أنا. يعني نزلت على المستشفى ما قدرت شوف.
هذا اللي حصل. ما قدرت ما سمحوا لك ولا ما ما حبيت؟ ما سمحوا لي ويعني الوضع مثل ما كان ما قدرت تفتح. يعني هي ما كان مفروض تقطع الشارع، قطعت الشارع لأنه عيد وبدها تعيد. قطعت الشارع نيتها يعني بالنهاية. يعني نحن منآمن بالقضاء والقدر. نعم. وهذا قضاء وقدر. أكيد يعني إيماننا كبير. إيماننا بربنا كبير. بس مفروض إنه الدولة تهتم بهالقرى اللي موجودة فوق عنا بالمنطقة اللي هي منطقة الجرد. ما حد عم يهتم فينا. لا النواب ولا في دولة ولا في شيء. اليوم من هالوفاة انت مثل ما قلت انت انسان قدري وحتى اسقطتوا حقكم ب يعني باتجاه الشخص اللي دهسه، بس عندكم مطالب ثانية. عندنا مطالب طبعا. نعم، شو هي هالمطالب؟ مطالبنا يأمنوا لنا مدارس فوق. نعم. وجامعات. نعم. ومستشفيات، لأنه المستشفيات اللي موجودة فوق يعني بالكاد تكون اسعافات اوليه. نعم صحيح. فابسط الامور انه لازم يامنوا لنا اياها فوق. نعم. منشان اولادنا ما يتعذبوا وما نتعذب نحن مع اولادنا، لانه صحيح. بلحظه انا خسرت بنتي. نعم. وغيري كمان، ليش نحن بدنا نعيش بالعذاب؟ نعم. ليه اليوم قايمين بحمله لبناء جسور، لمين عم تتوجهوا فيها هالحمله؟ نحن بنتوجه لوزير الاشغال اللي نعم. هو الاستاذ غازي العريضي، مع العلم انه مميز بوزارته هو. نعم. ونحن بنشكره. نعم. بس بنتمنى عليه انه باسرع وقت يساوي هالاشياء اللي بتوفر على الناس. نعم. ضحايا. مجلس الماء والاعمار سبق وحط مخطط لاربع جسور تنبنى على هالطريق، اليوم عم تطالبوا بتنفيذ هالجسور او على الاقل تنفيذ جسر واحد اللي هو يعني بيوصل بين خط الشام ومجد المعنى، وعندكم هدف انكم تسموه جسر ملاك، وين وصلتوا لهلا؟ هلا في المجتمع المدني عندنا فوق. نعم. هو اللي عم بيهتم بهاي الامور، مع نعم. العلم انه شاكرينه نحن، وانا بشكر اليازا وبشكر الام تي في اللي سمحت نعم. لنا الفرصه من خلال ضحيه نعم. اللي هي بنتنا انه نعم. نوصل هذا الكلام اللي نحن عم نحكيه. استاذ زهير، فوق ما في نقليات عامه بتوصل للضيعة دائما، حتى خط الاوتوبيس بيكون موجود بمركز بمحل مثلا محطه معينه بين يمكن 20 ضيعه ثانيين، بالتلوج بالسقعه بالبرد، التلاميذ اللي اصحاب الاشغال اللي ما عندهم وسائل نقل، كيف عم بيوصلوا على اشغالهم؟ بيطلعوا من هذه الضيعه اللي هي مجاوره لنا. نعم. بينطروا على خط الشام. نعم. تحت بيطلعوا اوتوستوب يمكن. أكيد بيطلعوا تستوب لأنه ما في نقل مشترك بيوصل. نعم. لعنا. صحيح. بتمنى أنا المسؤولين اللي بيمرقوا من فوق يشوفوا بترم المدارس من عشية أو الصبح كيف بيكونوا الطلاب والصبايا والشباب اللي هن ناطرين الأوتوبيسات اللي بتجي طيشارين على الطريق بالتلوج وبالسقعة حتى وبكل. زهير عبد الخالق، الهيئة اليوم ملاك راح تصير عن جد ملاك حارس لكل اللي عم بيعبروا طريق الشام أو طريق الموت إذا فينا نقول على أقدامهم، حتى ما يخسر غيره الحياة مثل ما هي خسرت الحياة. بعزيك وبعزي زوجتك وأخواتك الثلاثة، الله يصبركم، على أمل انه نستضيفكم لما بتدشنوا هالجسر اللي عم تسعوا اليوم. شكرا. وكمان من ضمن صوتنا لكم باتجاه الاستاذ غازي العريضي حتى يكون في تحرك بهالمنطقه، واكيد هو كمان مهتم هو بالموضوع. ببلد صار كل اعتمادنا فيه على المبادرات فردي. الشخصيه بسبب الاهمال وبسبب الاستخفاف، يعني نتأمل انه هيك حوادث على القليله ما تروح سودان ويستفيدوا منها ناس تانيين باسم هالملك الطاهر اللي خسرته. شكرا لك. شكرا كثير لوجودك معنا. الله يرحمك. حديث البلد مع شادي زيتوني.
بلشنا بالتكسير. لا هدول دايما بفكوا، مش حق عليك. مش حق عليك. بونسوار، اهلا وسهلا فيك. بونسوار. بونسوار يا دانا، يا دانا في هاي ابو بونسوار للجميع، وفي بونسوار خاصه لدانا. شو قصه البونسوار؟ اول شيء بونسوار كبير لك. اهلا وسهلا فيك. سوشي عم بقول لك نادر، كثير عم بقول لك حس على دمك بشهور. لا لا انا عم بقول موجود دانا، بدي اقول لهم بونسوار كمان. ايه للفنانين الاربعه. لازم اقول لهم بونسوار. ايه ما بيصير. انت عودنا. هلا فيك تبوس بدانا وتقول لهم بونسوار لهم. انا مستاجي اتجوزت. ومحامي. شفت الناس اللي بتعرف حدودها؟ مين دل ما يعرف حدوده؟ شادي زيتوني، انت شاف مطبخ معروف ووجه تلفزيوني محبب بيطلع على المشاهدين كل يوم ضمن برنامج عالم الصباح على شاشة المستقبل، وانت ضيفنا الليلة بعد ما تم اختيارك من بين 25 شيف حول العالم، خمسة منهم بس عرب، للمشاركة ببرنامج تعزيز التفاهم الثقافي من خلال الغذاء اللي اطلقته الامريكية الاولى مسز اوباما، ووزيرة الخارجية الامريكية كمان هيلاري كلينتون. بس اللي يعني اكلت الاكلات هي السفيرة الامريكية. قبل ما اروح طعميناها هون ورحنا كونيلي. هيها انت نصحتها شيف شادي؟ انت نصحتها؟ انا حتى الحقيقة ما بعرفها. الحقيقة تم الاختيار انه هي اللي صارت، انه المشروع لما تم بواشنطن لما تم احداثه. نعم. فصار في اتصال بكل السفارات الامريكانيه بكل العالم. نعم. وكل سفاره اختارت يعني نومينيز من البلد الموجود فيه. نعم. اوكي، يعني من لبنان مثلا تنقول اختاروا 10 اشخاص. نعم. من غير بلد، فوصلوا حوالي 9362 شايف، وخذ لك على اكل، وخذ لك على اختيار، غير خذ لك على غربله. بدك تنقي من بين الاكلات شو الافضل شو الاكثر. هو الحقيقه مش اكل. نعم. اللي هو الحقيقه نحن كانت زيارتنا للولايات المتحده الامريكيه هي مثل ما قلتي حضرتك قبل شوي، يعني انا بدي اقول انك نلت شهاده بالفود دبلوماسي. نعم. شو عملته بالضبط بهالولايه؟ هلا دبلوماسية الطبخ هي كانت عنوان، العنوان الاكبر لهالمشروع الكبير، اللي كان هو الحقيقه انه كيف نحن فينا بطريقتنا كشفيه وغير شفيه نقنع اي شخص معنا انه نطعميه شغله معينه، او نقنعه انه نحن بنقدر نجمع ثقافه البلدين على طاوله واحده. نحن بنعرف اكثر شيء بلبنان، نحن اللي بتجمعنا اكثر شيء ايام الاحد او ايام الاعياد هي الطاوله. صحيح. فهن عم يحاولوا بتعرف في الولايات المتحده انه يجمعوا العالم كله على طاوله واحده. وهذه فكره كثير، يعني هذه فكره كثير حلوه، بفرقوهم من ميله بيجمعوهم من ميله، بس انه بس 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 يعني مشكورين على هيدي المبادره. لا الحقيقة لانه الاكل والطعام كثير بيقرب الحضارات من بعضها. هلا هو بس فينا نطرح عليه طرح تقرب لنا 8 و14 من بعضهم، بدون ملوخيه وفي صفرة. شو معقول تعملوا اكله مشتركه؟ سن. انا كنت ثمانيه. هلا كنت ثمانيه وهي هلا كنت ثمانيه. انا كنت ثمانيه ما عدت شيء. على كل حال شيف شادي، بين ايدي الليله السي دي اللي اخذته معك على امريكا، بدي اقول انكم دخلتوا على البيت الابيض وعملت منه 150 نسخه، وزعتها على 150 شخص من ضمنهم وزيره الخارجيه الامريكيه ومسز اوباما ومستر اوباما لباراك اوباما شخصيا. اعطيته هالسي دي اللي بيحتوي على اكلات لبنانيه. شادي زيتوني، انت من القبيات عكار، سافرت على ايطاليا لتدرس هندسه ميكانيك. نعم. بس بعد فتره تركتها وتخصصت بالطبخ. نعم. والسيلز اند ماركتينج. نعم. بعد 15 سنه رجعت على لبنان وتنقلت بين اكثر من شاشه قبل ما تقدم سنه 2010 برنامج عالم المطبخ اللي سبق وقدمه الشيف رمزي الشويري. نعم. على مدى 14 سنه على شاشه المستقبل كمان. نعم. وتحول اسمه مؤخرا لرش ورشة ملح مع الانطلاقة في واو مع الانطلاقة الجديدة لهالتلفزيون. شيف شادي بتقول انك مش بس بتتقن فن الطبخ، بتعمل جاكيتات حلوة كمان، شو قصة الجاكيت اللي برا مع كيتي؟ انا عملت الجاكيت، انا جبت لك جاكيت وكنت حبك تلبسيها بس انه مش الوقت المناسب. خليني اشوفها. طيب يلا 1 2 3. كمان. زبطة مع الكيف
سهل لي يلا. شو بدكم اعملكم الليله؟ بكليه بكليه. بدك كثير وقت. شو بتحبوا اعملكم الليله؟ شو بدكم نعمل الليله؟ قد ما بحبك، قد ما ببرم على صورك. تسلم شفشاتي. بعرف قياسك. حلو. وعظمت عظمت على البكله. ميرسي شيف شادي. معقول مواهبي بالطبخ تتحسن بعد ما لبست هالجاكيت؟ يعني عائلتي بتتامل هلا يكون ادائي افضل. انا باكد لك اذا بتحضريني بتتحسن. شيف شادي اضافه للتلفزيون بتكتب مقالات طبخ بجريده النهار وبموقعها الالكتروني وبتطل عبر اذاعه ميلودي اف ام ببرنامج شو شيف شادي. شو شاف شادي؟ شو شاف مش شو شاف؟ على ما هو هي شو شاف شادي وشو شاف شادي بتنلفظ اثنين. شو شاف وشو شاف. يعني هون لاعبين على البروجرامي على الميلودي اف ام. صحيح. تحياتنا كمان على الزملاء بالميلودي لفيني ولتمام ونضال شربي كلهم سعدي سنة كمان بالاخص وشربي. وقريبا رح تصدر كتاب رح يكون اسمه بوك 10 اوفر 10. هو اول كتاب للطبخ خاص فيك. شايف شادي خطر على بالي شغله. يعني شكلك مهضوم وهيك، كل الستات اللي بيتواصلوا معك بيكون بدهم. نعم. اكلات ولا دائما ولا اوقات بيكون بدهم يتعرفوا عليك مثلا؟ انه بدهم ياكلوا شيء حيلا. على الهواء تحت الهواء بتعرف شو بدي رد؟ بالنص. بالنص. اكيد في كثير عالم بيكونوا مثل ما العالم مغرومين فيك او مغرومين بالفرسان الاربعه ومغرومين بدانا. اكيد اكيد بس العالم. بس ما حدا مغروم فيك. ما حدا بيصرح لي لانه غرامي كثير. في عالم بس اكيد لا حط حدود. اكيد. واو شو هيقولي شيف شادي؟ واو موس. بس عن جد شيدوف شيف شادي اول شيء مسقعين كمان جايبهم بالبراد لانه مسقعين كثير. نعم نعم. اول شيء نعاد على كل لبناني بالعالم وبلبنان بالنسبه لعيد الاستقلال ولكل الجيش اللبناني. خذ وقتك. والف صحتين. ميرسي حبيبي. سالتيني هون في عندنا يوغورت ستروبري موس. يعني هلا بلعنا الموس نحن. في لبن؟ يعني في لبن وفي موس. من فوق ومن تحت يا ابو سليمه. يا بوس. من فوق ومن تحت هيدا الموس. الموس وبالنص في كريم فريش كويت اللي هي الباناكوتا. اما اللي عندك الارزه معموله من اللايم جيلاتين او من اللايم يعني من اللايم مع الشوجر لايم نيلسون مع السكر ومع كمان الجيلاتين وقطعتهم ولزقناهم على الـ على الـ على الكيسه وبعدين سكبنا الكريم فريش. انت ما بتنلايم ابدا على شيء. ما بتنلايم ابدا. عن جد كثير كثير طيبه يا شيف شادي. عم جرب ما اكل الارزه لانه في كثير ناس عم يجربوا ياكلوها بس بعتقد ما بتنهضم بالهي. ميرسي شيف شادي وبتمنى عليك تجي كل حلقه على حديث البلد. هلا البلايند تيست. هلا بلشت البلايند تيست. رح ادعي على استوديو حديث البلد شيرين نحاش. شيرين شو بتعملي بالحياه؟ انا تلميذه اوديو فيزوال. نعم. خلصت بشتغل اليوم ريبورتر واديتر. اوكي يعني بالمجال 100%. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. كيفك بمجال الغنى؟ بمجال الغنى كيف؟ لا 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 فوق. ما منيحه؟ حلو صوتها بس شو بتعملي بالبلايند تيست؟ طيب في مجال لغير شيء؟ في رقص مثلا؟
لا نحن مبسوطين هيك بتسقطهم هيك بتسقطهم. على كل حال اذا ما غنيتي بتوحي لهم لشباب بيعرفوا يعني الاغاني الحلوه. اهلا وسهلا فيك شيرين. لنبلش البلايند تيست رح ادعي على استوديو حديث البلد اللي اشتقنا له كثير دي جي توني سي. طويلة كان عندك سفرات كثيرة انت على كل حال. يعني انا اول شيء انا كمان مشتاقلكم كثير وين ما كنت عم بروح بليز سلم لي على مدام منى. فانا اليوم رح وصل الامانه لك ولكل الاكيب. ميرسي. ومن خلالك كمان سلم على اهل كل الجدان اللي جلت عليهم. الليله عندنا ثلاث اغاني. بدي اذكر بشروط اللعبه. رح يسمعنا توني مطلع الاغنيه ولازم تعرفوا شو هي الاغنيه. اللي بيجاوب قبل بيكون هو الربحان. بدي اسم على السريع لفريقكم. ارزي فريق الارزي. كيتي رح تكتب الاسامي على الادوار. وكمان شيرين طلع على ديسير. وعلى الشمال شو اسمه الفريق؟ ميشيل يا ريت بتركز معي شوي. نعم. اسمه فريق يا ريت بتركز معي شوي. ما رح يركز. خلص عن جد خلينا نسميه فريق يا ريت بتركز معي شوي على الشمال. مضبوط. يا ريت تركز معي شوي. اوكي. لكن صار عندنا فريق الارزي وفريق يا ريت بتركز معي شوي. تركيز قوي كثير. ورح نعزف الغنيه واللي سبق شم الحبق. يعني اللي بيسبق هو بياخذ النقطه. واحد اثنين ثلاثه وتوني. في الدنيا الجديده. ايه شو اسمها الغنيه؟ في الدنيا الجديده. الدنيا الجديده. لا لا حلوه يا بلدي. حلوه يا بلدي. كلمة حلوة حلوة. لا رفران بلدي. رفران سلمى يا سلمى. سلمى يا سلمى. كتبته لفريق الارزي. تركيز قوي كثير. وثاني اغنيه هيدي فيها تكون حاسمه اذا رجعوا هن اخذوها. فريق يا ريت بتركز معي شوي. تركيز قوي. وتوني اخر يوم فريق الحفي. كمان قادر تكسر عيني. لكن بيكون فريق الارزي حقق نقطتين. واصلا من اسمه هالفريق ما حدا رح يربع على الارزي ابدا. ما حدا رح يربع على الارزي لكل اللي عم يحضروا. واصلا من اسمه فريق يا ريت بتركز معي شوي مبين انه بهدلتنا. مش مركز وما رح يكون اخذ عليه. تحيه لارزي بشري. شكرا كثير لتلاميذ ثانوية بشري اللي عملوا كل الطريق وكانوا معنا اليوم. ورجيش. بدنا نتمنى لكم النجاح لانه بنعرف انه عندكم شهادات السنه وان شاء الله بتجيبوا احسن علامات. ودرسوا كل ايام الجمعه ما عدا الخميس الساعه 9:15 داروا حديث البلد. ولكم بلشوا قبل بما في مثله باخبار الام تي في. بلشوا من الصبح الخميس ما تعملوا شيء. هيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت. وضيوفنا يا ريت تركز معي شوي. خلصت اللعبه. وضيوفنا 2-0 2-0 ايه برافو عليك. ثاني حلقه عرفت. وضيوفنا لليله كانوا ميشيل حايل، نضال الاشقر، الفرسان الاربعه، ذراعه الحشيشه مع الاعاقيد عادل مشموشي وناديا او زكوره، انا دانا انا دندن ودانا الحلبي، زهير عبد الخالق، شيف شادي زيتوني واطيب موس، وصديقنا لليله اللي مش مركز ميشيل ابو سليمان. تصبحوا على الف خير. ملتقانا الاسبوع المقبل بنفس الوقت. ما تنسوا صورونا. وهلا رح نختم مع ميد لايف لدي جي تون.
sexy and I know it.